مقاطع سرقات في وضح النهار ضجت بها مواقع التواصل في العديد من العواصم الأوروبية التي لم تكد تستفيق من موجة الجفاف التي ضربتها حتى نهشت شوارعها فوضى داخلية من حوادث سطو وسرقات بالإكراه. فهل بدأ عصر الظلمة على أوروبا؟ على الهواء مباشرة كان أو أمام المارة والكاميرات، لا يعبأ هؤلاء اللصوص بأي من ذلك. كانت السرقات موجودة بالفعل وتحدث، لكن ليس على هذا النحو ولا تلك الجرأة. فهؤلاء اللصوص يسرقون ولا يرتجفون، ولم يعد المال أو المجوهرات فقط، بل لم تسلم المشروبات والمأكولات. بريطانيا لم تكن يوما من الأيام مرتعا للصوص، فكيف تغيرت عاصمة الضباب؟ لا أحد آمن هنا. لسان حال سكانها وهم يرون سرقات في وضح النهار وحوادث اعتداء وقتل بشكل بات يؤرق المواطنين والسلطات. لكن من أين أتى هؤلاء اللصوص؟ صحيفة لا غازيتا الإسبانية نشرت تقريرا صحفيا حول وجود ما يسمى بالمناطق المحظورة أو غير الآمنة، وهي تلك الأحياء المنغلقة على سكانها والبعيدة عن الرقابة الأمنية، حيث بدأت في الانتشار على نطاق واسع في عدد من الدول الأوروبية الكبرى. واشتهرت هذه الأحياء بشكل أو بآخر بشيوع الجريمة والسرقة وانعدام الأمن فيها، وعزي ذلك إلى أن هؤلاء اللصوص ربما أتوا من تلك المناطق. بعض المراقبين يرون أن انتشار الجريمة جاء نتيجة ضعف الاقتصاد من جراء الحرب في أوكرانيا، وقبلها إغلاقات كورونا، مما تسبب في تدهور القوة الشرائية للمواطنين. خطر الجريمة وجرأة اللصوص باتا خطرين يهددان الدولة والمواطن في أوروبا بشكل غير مسبوق. والسؤال الآن، لماذا تعجز القارة العجوز عن التصدي لها والقضاء عليها؟